السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة عن الانفلاماتوري باول ديزيز اللي كنا بنتكلم عن كيسز دلوقتي من شوية عليه يعني، وهيبقى مهم بالنسبة لنا نعرف حاجات معينة، نعرف الانترودكشن بتاعته والديفينيشن يعني ايه انفلاماتوري باول ديزيز، تمام، نعرف الباثوجينيسيس بتاعه الكاردينال او كلينيكال بيكتشر اللي هي مميزة للقولون التقرحي او مرض كرونز، نعمل خطة علاجية نمشي عليها ونبقى عارفين ايه الأدوية اللي تستخدم وتستخدم دي امتى وما تستخدمش امتى، ونضيف ايه ونعمل ايه وننقل من ايه لايه، ومين بيبقى ماشي صح ومين بيبقى ماشي غلط، وناخد كونكلوجن واضح صريح عن الانفلاماتوري باول ديزيز. الأول حابب أسأل سؤال واحد، حد من الناس اللي معانا دلوقتي يعرف حد زميله أو قريبه أو صاحبه عنده انفلاماتوري باول ديزيز؟ حد قبل كده سمع او عرف حد او يعرف حد عنده انفلامات باول ديزيز؟ يا دكتور، كان في حالتين وفي حالة كشفت كتير، وبعدين ومشى على البنتازة سنين، وبعدين راح القاهرة الدكتور قال له انت عندك بوليبس بس، وقصها له وقف البنتازة والسوليبريت، قال له ومن انت عندك ساعتها ايه؟ بوليبات زيادة في بوليبات في القولون، بوليبس زيادات بوليبس. زوايد، وقال له ده مش انفلاماتوري باول، وما توقف البنتازة، قصها له ووقف البنتازة والسوليبريت، والحالة التانية مستمرة على البنتازة والسوليبريت مع النوبات يعني، ويوقفها لما يبقى الحالة مستقرة. تمام، يبقى احنا لازم نعرف بقى حاجات معينة. انا هاخد من كلام حضرتك كلمتين: we have to know how to diagnose او confirm the diagnose بتاع الانفلاماتوري باول ديزيز، و exclude mimics. mimics الشبيهات، الحاجات اللي هي شبه الانفلاماتوري باول ديزيز اللي ممكن تلخبطنا مع الانفلاماتوري باول ديزيز، او تقول ده محتاج ان هو فعلا عنده انفلاماتوري باول ديزيز ويكمل على العلاج، وده لا مش انفلاماتوري باول ديزيز، ده مماثلات الانفلاماتوري باول ديزيز او شبيهاته. خلاص، دي النقطه اللي انا هستفيدها من كلام حضرتك. الكلمه الجزء الثاني اللي احنا لازم نراجع نفسنا فيه اللي حضرتك بتقول عليه، ان ممكن العيان يوقف علاج الانفلاماتوري باول ديزيز وياخده بس في الاتاكس او في النوبات بتاعه التريتمنت، ولا لا، ولا ده محتاج العلاج ان العيان يبقى ماشي عليه باستمرار. دي النقطه الاولى اللي احنا عايزين نتكلم عليها. الانفلاماتوري باول ديزيز ده مرض صعب جدا للاسف، مش كل الناس اللي عندها انفلاماتوري باول ديزيز ممكن تكشف لك عن هويتها وتقول لك ان انا عندي انفلاماتوري باول ديزيز، بعض الناس بيبقى مكسوف او مخجول، ممكن تتعامل معاه عادي خالص وفي الاخر تكتشف ان هو ايه الفريكوانسي اللي هو كان بيروح عليه الحمام لفترات طويله، ده بسبب ان هو عنده نوبات من انفلاماتوري باول ديزيز او اكسربيشن من الالسراتيف، ويكون هو بيشيل معاناه جامده جدا انت ما تعرفهاش، او هو بيحارب في جبهه تاني انت ما تعرفهاش، عنده ريكارنت اتاكس اوف بلاد وميوكس موجوده في الاستول، ريكارنت اتاكس اوف ابدومينال بين، وحاجات بهذا المثيل يعني. المشكله ان هو اتيز ا لايف لونجينج ديزيز، يتميز بريلابسنج اند ريميتنت، يعني ممكن الدنيا تهدى شويه مع العيان وترجع تاني بريكارنت اتاكس واكسربيشن، بتاثر جدا على الكواليتي اوف لايف. اعرف ناس كتيره ممكن تكون ثابت شغلها الاساسي وراحت تتوجه انك تشتغل شغلها تاني بسبب ان هو عنده انفلاماتوري باول ديزيز. انا عايز اقول لكم حاجه غريبه جدا من مدى صعوبه هذا المرض، احنا انشانا عياده جوه مستشفى الجامعه اسمها عياده القولون التقرحي، بنعملها يوم كل يوم سبت جوه عياده الجهاز الهضمي عادي خالص، بس بنستقبل فيها الاكثر الشريحه الاكبر اللي هم العيانين عندهم انفلاماتوري باول ديزيز. مش بس كده، احنا عاملين لهم جروب على الواتساب، تمام، بنلم كل العيانين عندهم انفلاماتوري باول ديزيز عشان ما يمشوش لوحديهم، وعشان يسهل عليهم الامور لانهم بيبقوا على طول في معاناه. الحاجه الثانيه انك زي ما انت شايف كده العيان ده ممكن عشان يتشخص يبقى مش محتاج دكتور واحد، محتاج اكتر من دكتور في كذا تخصص، بنسميها مالتي ديسبلينري تيم. مالتي ديسبلينري تيم يعني نجيب كذا واحد، نجيب واحد بتاع الراديولوجي ونقول له تعالى قول لنا ايه رايك في الايمجنج ستادي دي، انا مش هحكم لوحدي، ونجيب واحد بتاع هيستوباثولوجي ونقول له ايه رايك في العينه اللي انا بعتها لك من المنظار دي، تمشي انها تكون انفلاماتوري باول ديزيز ولا لا، ونجيب واحد تاني بتاع فارماكولوجي ونقول له ايه رايك، تمام، او كلينيكال فارماسي، ما احنا معانا بتوع كلينيكال فارماسي، نقول لهم ايه رايكم في الادويه اللي احنا بنديها، العين دخل في مرحله ريميشن ولا ما دخلش في مرحله ريميشن، نزود الجرع ولا نقللها، ننقل على بيولوجي ولا ما ننقلش. اي حد معانا في مستشفى الجامعه هنا؟ الدكتوره شيماء معانا؟ دكتوره شيماء موجوده؟
دكتورة شيماء، دكتورة شيماء سابتنا ومشي. دكتورة ريهام، دكتورة شيماء، ايوه دكتور مع حضرتك. دكتورة ريهام كنت بقول لحضرتك اكيد تسمعي دلوقتي لو كنت معانا في يعني حاليا في المستشفى او بتنزلي المستشفى بتسمعي ان احنا بنصرف بيولوجي، تمام؟ البيولوجي ده علاج غالي وابتدينا نعمل له يعني نعمل ورقه بحيث انها ورقه سواء ورقه نفق الدوله او حاجه ما يشبه ذلك، يعني ان العين اللي هو علاج تقليص ثلاثي ده بنصرف للعيانين دول بيولوجي. بيولوجي البيولوجي ده زي الانفليكسيماب، علاج غالي بسبب ان احنا عندنا حالات كتيره محتاجه انها تنقل على بيولوجيكال ثيرابي، تاخد علاج بيولوجي. فاحنا النهارده برضو جايين عشان نعرف الكلام ده، نعرف ايه البيولوجيكال ثيرابي وايه القصه بتاعت الانفلاماتوري باول ديزيز، وهل هو مرض مهم فعلا، هل هو اعراضه ممكن تتشابه فعلا مع الاريتابل باول سندروم. احنا كنا في النص كده حد قال لنا ما العيان ده ما نمشيه اريتابل باول سندروم، احنا قاعدين نصعب الموضوع ليه؟ لكن الريكرنت اتاكس بتاعت البليدنج والفريكونسي الجامد بتاع العيان بيخليه يبقى بعيد خالص عن الانفلاماتوري، عن الاريتابل باول سندروم. الالسراتيف بيبقى فيه ديفيوز ميكوزال ديستراكشن، العيان الميكوزا بتاعته متقطعه متبهدله من جوه في القولون، تمام؟ بتاع الكرونز ده ممكن تلاقوا معاه ترانس ميورال افكشن وبيأثر اكتر على السمول باول اللي هو ايه، بيأثر اكتر على الامعاء الدقيقه، فعشان كده تلاقي دايما العيان ده عنده مال ابزوربشن، وتلاقيه دايما عنده نوبات اسهال كتيره جدا، وتلاقوه زي الحاله التانيه اللي كنا بنشرحها من شويه، لارج فوليوم دايريا، نوبات من الاسهال شديده جدا مع العيان ده. مقارنه بسيطه جدا بين العيان اللي عنده قولون تقرحي وبتاع الكرونز. بتاع الكرونز مش لازم يجي لك ببليدنج بالريكتم، بتاع الالسراتيف قولون تقرحي ده لازم غالبا بيجي لك ببليدنج بالريكتم. لو في ملحوظه تاني ممكن تلاحظوها، الدكتور زاهر كان شاف معانا الايميجنج ستادي بتاع العيان الاولاني اللي كنا عاملينه سي تي، ولقينا من ضمن السي تي ان هو الراي الليفت كولون كان متاثر لكن الرايت لا. ففي الالسراتيف كولايتس مش لازم القولون كله يتاخد، ودايما بيتاخد من تحت لفوق يعني ابتداء من الريكتم، لدرجه ان بعض الناس تقول ذير از نو السراتيف كولايتس وذاوت ريكتال افكشن من غير ما الريكتم يكون متاثر. كلها دي حاجات، لكن الكرونز من الاماكن المحبذه جدا للترمينال ايليان. في انواع تاني من الاريتابل من انفلاماتوري باول ديزيز، في انكلاسفايد انفلاماتوري باول ديزيز، وفي حاجه اسمها انديترمينيت كولايتس. كلها دي انواع من انواع الانفلاماتوري باول ديزيز اللي احنا بنحطها في حسباننا وموجوده في العيانين اللي عندهم ايه الالتهاب المناعي بتاع الامعاء، تمام؟ الباثوجينيسيس، قول لنا ايه اللي بيحصل في العيانين دول علشان يجي لهم انفلاماتوري باول ديزيز، عشان لو نقدر نبتعد عن ان احنا يحصل لنا حاجه زي كده يبقى كويس. قال لك ما تقلقش، هو لازم يبقى في البدايه موضوع في جيناتيك بريديسبوزيشن، في استعداد جيني ان هو يتصاب بانفلاماتوري باول ديزيز. وبيقولوا ان لازم يبقى في ميكوزا الاميون سيستم، الميكوزا الاميون سيستم يبتدي يتعامل بطريقه اجريسيف مع الميكوزا. الاميون سيستم يا اولاد يبتدي يتعرف على الميكوزا بتاعت الكولون بتاعت العيان اللي عنده انفلاماتوري باول ديزيز على اساس انها انتيجين، تمام؟ فيبتدي يكسر الميكوزا. انتوا تعرفوا ايه اللي بيموت في الكوفيد؟ الشيء بشيء يذكر يعني، انتوا تعرفوا ايه اللي بيموت في الكوفيد يا رجاله شباب؟ تورنرمين، تورنرمين مع حضرتك يا دكتور. ايه اللي بيموت في الكوفيد؟ أو ليه مش، لا مش عارف يعني، ممكن ال 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 الباتشز اللي بتحصل، التجلطات اللي بتحصل في الرئة أكيد يعني. طيب تجلطات دي حاجة مش كل الناس بيحصلها تجلطات بالمناسبة، يعني التجلطات دي حتى سيوي عليها كلام دلوقتي، بس يعني خلينا الميون ريسبونس. طيب ايه؟ الميون ريسبونس، الميون ريسبونس. ايوه صح، اللي اسمها ايه يا دكتور كريم؟ الهيستامين والسيتوكينز اللي بتطلع بتعمل، كانوا بيسموها كده حاجة سيتوكين ستورم. ايوه صح كده، سموها سيتوكاين ستورم، عاصفة السيتوكاينز. الاكزاجيريتد اميون ريسبونس بتاع الاميون سيستم بتاعك اتجاه الفيروس، تمام؟ الاميون سيستم بيبتدي يتعرف على الفيروس بطريقة اجريسيف، يعني ايه؟
فجأة واحدة بيفاجأ فيروس واخد كل التيشو بتاع اللنج، هو مش عايز يسيب أي حاجة من التيشو ده، من الفيروس ده يقعد في أي نسيج، فيخش بكل الإميون سيستم بتاعه، الهستامين والمش عارف والليكوتراينز والإنتراليوكنز والمش عارف إيه والحاجات دي كلها. وعشان كده احنا في الكوفيد برضو، احنا ليه بنقول جبنا الكوفيد ناحية الانفلاماتوري باول ديزيز، لو انتوا تلاحظوا كان في دواء في الكوفيد بيستخدم كده يقول لك ده علاج بيولوجي، حد يعرف اسمه؟ انتوا المفروض بقى في الأدوية والحاجات دي يعني دي رقم واحد، احنا بنحكي في الحاجات دي عشان أدوية. دكتور أحمد، دكتور أحمد سعد، دكتور أحمد، ايوه دكتور مع حضرتك. ايوه ايه الاخبار؟ ايه الدواء اللي بيولوجي بيستخدم في الكوفيد؟ صراحه مش عارف صراحة. طيب تمام دكتور ابراهيم. اكتمرة يا دكتور. ايوه ايوه الاكتمرة، لسه هقول اكتمرة حالا 200 و400. الاكتمرة ده، الاكتمرة ده اسمه ايه في السوق؟ اسمه العلمي توكليزوماب. توكليزوماب توكليزوماب ده حاجة من البيولوجيكال سيرابي، شغال ضد مين؟ يعني احنا الكوفيد ده يعني خدنا رايح جاي، يعني خدنا يمين وشمال، يعني ما توقعش في بيت ما تنشش بالكوفيد، يعني الموضوع مش 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 علم حتى، يعني ملوش دعوة بالعلم. فانا بسالكم بقى، وانا جالي كوفيد بصراحه بس ما وصلتش كل الناس اتخذت يمين وشمال، انا وصلت للسوليوم درول بس ما كملتش لسه. طيب الحمد لله على السلامه. قصدي احنا بنطلب ساعات انتراليوكن 6. اي تمام كنت بعمله كله. سمعتوا عنه اكيد علشان التوزليزيماب او الاكتمرا انتي تيومر نيكروز انتي انتراليوكن 6 تمام، لانه يو واحد من الـ من الـ من انتراليوكن اللي بتعلى جدا في من الحاجات اللي هي مسؤوله عن السيتوكاين ستور، فيقول لك طب ثانيه واحده هو بيشتغل كانتي انفلاماتوري بروتين انتي انفلاماتوري يا دكتور مظبوط، اللي هو ايه الاكتمرا. الاكتمرا هو بيشتغل بيستخدموه في الروماتيزم احيانا اللي هو واحد من الناس اللي هي امبليكيتد في الدستراكشن بتاع اللنج تيشو في السيتوكاين ستور، وبناء عليه ساعات كتير بنديه للعيانين، ساعات بنديه وبرضه بيموتوا. ما علينا من الكلام ده، المهم ايه؟ يعني ده نوع من انواع البيولوجيكال ثيرابي، وده اللي يفسر لنا الكلام اللي انا بتكلم عليه في الانفلاماتوري باول ديزيز، اللي هو جينيتيك بريديسبوزيشن وميكوزال اميون ريسبونس، اللي هو استجابه الاميون سيستم. خلاص؟ انفايرومنتال تريجرز يعني حاجات بتعمل استثاره للاميون سيستم. خلاص، ايه المقارنه بين الالسيراتيف والكرونز؟ الالسيراتيف كولايتس بلادي دايريه، الكرونز ديزيز بيبقى سيستميك انفلاماتوري مانيفيستيشن، يعني زي الفيفر والماليز والحاجات دي سيستميك مانيفيستيشن بتاعته بتبقى اكتر شويه، بيبقى معاهم ويت لوس، والويت لوس مهم لعده اسباب، لان هو ات كوز ا ماسيف ديستراكشن اوف ذا سمول باول، بيكسر جدا السمول باول اللي هي مصدر الابزوربشن بتاع كل النيوتريشن. خلاص، ابدومينال كوليكس، دايريا، ديستنشن، حاجات زي كده كله ده ممكن يحصل. الكورس بتاع الالسيراتيف كولايتس بيتميز بالريبيشن والاكسربيشن وكذلك الكرونز ديزيز. لكن في نقطه مهمه جدا لازم نحطها في حسباننا، مش اي عيان يجي ببليدنج وحاجات زي كده، زي ما الدكتور ابراهيم كان قال من شويه، الدكتور احمد سعد، ان ممكن يبقى في مماثلات، لو العيان عنده دايفيرتيكولوز ممكن يجي ببليدنج، لو عنده دراج انديوز نون استرويدال او اميون بيزد كيموثيرابي ممكن يعمل كده، لو في فاسكولايتس ممكن يحصل بليدنج برضو، الانفكشن بكل انواعها سواء كانت سببها بكتيريا زي كوليستريديوم ديفيسيلي. حد يعرف كوليستريديوم ديفيسيلي؟ ليه علاقه بالادويه؟ حد سمع قبل كده عن كوليستيريوم ديفيسيلي دي؟ خدناها في الجامعه بس مش فاكرين عنها حاجه الحمد لله. دكتوره شيماء. دكتوره شيماء نور الدين. دكتوره شيماء. دكتوره شيماء معانا ولا لا؟
دكتورة شيماء، دكتورة شيرين، دكتورة شيرين. أيوة أنا أيوة يا دكتور. نعم. كنت بقول لحضرتك، سمعتي قبل كده عن الكوليستيريوم ديفيسيلي بتعمل ايه؟ ايوه سمعت، سمعت عنه بس مش فاكراه. بتعمل حاجه كده، حاجه مشهوره. طب في انتي بايوتيك هو اللي بيعملها او ليها علاقه بانتي بايوتيك؟ الكلام ده مهم جدا في الفارما يا جماعه، في يعني في الكلينيكال فارماسي الكلام ده مهم جدا جدا جدا. دكتورة نرمين تعرفيها؟ دكتور أحمد، أي حد؟ كوليستيريوم ديفيسيلي ليه علاقة بالأنتيبيوتكس، الكلام ده مهم جدا جدا، كلام من أرض الواقع يعني بنشوفه كلينيكال وهو ده الأبليكابل. هو تقريبا كان من الفانكومايسين باين، حاجة زي كده أنا مش فاكر. ده العلاج بتاعها، هي بتعمل سولوميبرانسكولايتس وبنعالجها بالفانكومايت. انا عمال احاول افتكر فيها بس لا مش قادر افكر. ماشي ماشي، ما انت جاوبتي جزء كده، لكن مين الانتيبيوتيك اللي بيعملها بقى؟ يعني هم ليه قلنا الكوليستيريوم ديفيسيلي دي بتعمل حاجه اسمها سولوميبرانسكولايتس لما العين بياخد انتيبيوتيك معين؟ الاوجمنتين يا دكتور. ايه الاوجمنتين؟ كلافيولينيت. هو اتهم فيها الاوجمنتين، لكن في واحد اهم منه، اول واحد اتهم فيه بيحبوه جدا دكاترة الأسنان. أيوه الدلسين، الدلسين. أيوه فاجل. ممتاز، كليندامايسين بيتاخد على معدة مليانة جامد أوي. أيوه الكليندامايسين اللي هو الدلسين سي. تمام، ده أول دواء متهم في هذه القصة إن هو ممكن يعمل كوليستيريوم ديفيسيلي انديوز سودوميمبرانس كولايتس، وده بيبقى موضوع خطير. شفناها في حالات كتيرة وبتبقى موضوع خطير جدا وبيتعب العين. طبعا ممكن يتعالج بفلاجيل، لكن هو الستاندرد تريتمنت زي ما الدكتوره نرمين قالت اللي هو الفانكومايسين. لكن قصدي يعني ممكن تبقى قصتك كلها انك خدت مضاد حيوي وهو اللي عمل لك القصه دي وجاب لك بليدنج وجاب لك دياريه وجاب لك ابدومينال كرامبز واتحجزت في عينيه بسبب القصه دي، انك خدت مضاد حيوي حظك كده. خلاص الاشيريشيا كولاي والشيجيلا والسالمونيلا والمش عارف السالمونيلا دي اللي هي بتاعت ايه يا جماعه؟ بتاعت التيفويد. خلاص الكامبيلوباكتر، اليرسينيا، الحاجات دي كلها دي مايكرو اورجانيزم ممكن تعمل انفكشوس كولايتس وتبقى ميميكينج الاي بي دي. احنا ليه بنتكلم عن الكلام ده؟ لانها دول مماثلات الاي بي دي. خلاص فانجل انفكشن والاميبايسيس والحاجات دي كلها، وده ديفرنشال دايجنوست تاني ما يهمناش. ده منظر الكولايتس اللي ممكن تحصل نتيجه للبكتيريال انفكشن اللي ممكن تتماثل مع الانفلاماتوري باول ديزيز. مناظر مختلفة سواء كان كامبيلوباكتر او اي اورجانيزم تاني زي السودوميمبرانس كولايتس. تمام، المنظر ده مهم جدا. ليه؟ بص يا دكتور احمد كده، دكتور احمد او دكتور زاهر او دكتور ابراهيم، حد منهم قال لي ان انا معايا حالة كان عندها مالتيبل بوليبس وراحت لحد في القاهرة وحلها. لا ده انت مالتيبل بوليبس مش انفلاماتوري باول ديزيز، ووقف البنتازا والسولوبريد والحاجات دي كلها. شايفين المنظر ده؟ شايفينه يا جماعه معايا؟ شايفين الصوره دي مع حضرتك كده؟ كانها بوليبز صغيره صح، الدوائر دي بوليبز صغيره. تمام يا دكتور. تمام، البوليبز الثانيه كانت بوليبز كبيره، يعني البوليب كان في ال، هو ده الفرق ان هو الصوره المطبوعه. ايوه كانت البوليب دي سنتي مثلا حجمه، لا يبقى دي حاجه غير دي. لكن قصدي ممكن يبقى منظر البوليبس كده، ودي حاله كرونز، دي حاله متصوره من عندنا، دي حاله كرونز. تمام، وفيها مالتيبل بوليبس. خلي بالكم يبقى في فرق بين بوليبس بعيده عن بعض. خلي بالكم دي برضه فيها حاجه تاني، سكيب ليجن، يعني المكان ده كويس المكان اللي بعده افكتد، وكمان تحسوا ان اليومن هنا داخل على ستريكشر يعني دي، وده اللي يفصل ليه العيانين دول ساعات بيحصل لهم ايه كونستيبيشن، على الرغم ان هم المفروض يجوا بدايريه. ده هو يبقى كومبليكيتد كرونز، ابتدى يحصل فيه كمان ايه ستريكشر. نعمل ايه عشان نشخصهم؟ بنعمل ايمجنج ستادي سواء عملنا سي تي او ماجنتيك ريزونانس انتروجرافي،
او عملنا ابدومينال بلين اريكت او عملنا سمول باول كبسول او بلين راديوجرافي، كلها دي حاجات ممكن ترسم لك الباول وتوريه لك وتعرف بناء عليه مين اللي افكتد السمول باول ولا فين بالظبط. تمام. بس ساعات الايمجينج ستادي لوحده سواء كان اي نوع من انواع دي كلها ام ار اي او سي تي او كلام من ده ممكن ما يبقاش كونكلوسيف. تمام. دي ايمجينج ستادي صور مختلفه لحاجات مختلفه. طيب امال ايه بقى اللي هيبقى احسن شويه؟ انك تعمل كولونوسكوبي وتاخد بوبسي زي ما قلنا من شويه. ليه؟ لانها هتبني عليها تريتمنت، هتبني عليها لاينز اوف تريتمنت معينه. على سبيل المثال ان انا عشان اقول في اكيوريت دايجنوزز للانفلاماتوري باول ديزيز انا محتاج هيستوري كويس، محتاج فيزيكال اكزامينيشن، محتاج اندوسكوبيك بيكتشر، محتاج هيستوباثولوجي يقول نفس الكلام وراديولوجي. فاكرين الاربعه اللي احنا قلنا عليهم من البدايه؟ لازم الاربعه دول او خمسه دول يكونوا كلهم متضافين، ودول كلهم لما يجتمعوا مع بعض يعملوا حاجه اسمها مالتي ديسيبلينري تيم. يبقى القرار مش قرار واحد بس، مش قرار اندوسكوبيست، لا ده معاه واحد بتاع باثولوجي ومعاه واحد تاني بتاع انترنال ميديسن مثلا. كان واحد بتاع بطنه كده الاول فحص العيان، بتوع البطنه ما لهمش دعوه بالمناظير، بتوع الجهاز الهضمي هم اللي لهم دعوه. فبتاع البطنه ياخد الهيستوري من العيان وياخد الكلام ويبعته لبتاع المناظير يقول له ايه، شوف حضرتك ايه رايك في الجهاز الهضمي، هل دي ممكن تحتاج منظار ولا لا؟ فاقول له مثلا لا هعمل لها منظار، اعمل لها منظار واخد عينات وابعتها بتاع الهيستوباثولوجي اقول له معلش شوف رايك ايه، فيشوفها بتاع الهيستوباثولوجي يقول لي طب معلش كلم لي بتاع اللاب بتاع الكلينيكال باثولوجي يقول لي ايه رايه في العينات بتاعه الدم، لان انا شايف هو يمشي مع انفلاماتوري باول. فبتاع الباثولوجي بتاع الكلينيكال باثولوجي يقول اه ده فيها انا الاقي فيه الهيموجلوبين واطي ولاقي فيه كالكالبروتكتين عالي ولاقي مش عارف ايه، دي تمشي انفلاماتوري باول. بتاع الهيستوباثولوجي يقول انفلاماتوري باول وبتاع الماظير يقول انفلاماتوري باول، يبقى كل الصوره اتضحت ان ده يمشي انفلاماتوري باول، يبقى القرار اتخد بناء على راي جماعه. خلاص. المانجمنت اوف انفلاماتوري باول ديزيز، الجولز اوف تريتمنت ان احنا نعمل اندكشن اوف ريميشن ومينتنانس اوف ريميشن. يبقى دي خطوتين. العيان ده مش بديله علاج وبقول له روح روح انت خفيت مبروك، الكلام ده مش موجود. انا بديله علاج عشان اعمل اندكشن. اندكشن دي عامله زي الغيار الاول في العربيه، هي اللي تحرك العربيه من نقطه السكون، فهي دي اللي تحرك المرض من نقطه المرض والتعب بتاع العيان لنقطه التحسن ان شاء الله. بعد كده المفروض انك انت تجيب الغيار الثاني اللي هو المينتنانس، انك تحافظ على ان العربيه تمشي بهذه الطريقه، ان هي تبقى ماشيه متوازنه. هو ده اللي احنا بنحتاجه في المينتنانس اوف ريميشن، اللي هو بريفنت الفلابز الفليرز بتاع الديزيز، او ان العيان يحصل له يبتدي يحصل له بليدنج تاني ولا حاجه من الحاجات دي كلها. واللونج تيرم مانجمنت شود بي كوندكتد باي مالتي ديسيبلينري تيم زي ما اتفقنا. الجايد لاينز، في حاجه اسمها ايكو جايد لاينز احنا معتمدين عليه، ونايس جايد لاينز، واباجي جايد لاينز، وسترايد جايد لاينز. كلهم دول جايد لاينز ابتدوا من 2010 مرورا ب 2015 وبيعملوا ابديتنج لنفسهم بالجديد. كل واحده منهم بتقول انا عايزه هدف معين. ايه الهدف بتاعها من العيان بتاع الانفلاماتوري باول ديزيز؟ على سبيل المثال الايكو قالت ان انا عايز العيان يخش في كلينيكال ريميشن. النايس قالت ريزولفنج للسيمتوم، الاعراض كلها تتحسن، وامبروف الكواليتي اوف لايف، ان العيان ده يمارس حياته بشكل طبيعي، واندوسكوبيك ميكوزال هيلينج. الاباجي ستيتمنت 25 قالت نورماليزيشن للباي ماركرز، على الاقل التحاليل بتاعته تتحسن. الاسترايد دي جايد لاينز قالت لا ان انا عايز البيشنت انديفيدوال تريتمنت جولز شود بي ادريسد، ان انا اظبط العلاج بحيث ان العيان يخش في مرحله هدوء واستقرار وابقى مظبطه له الادويه اللي هو ايه يمشي عليها باستمرار. الاسترايد دي اختصار ايه؟ اختصار حاجه اسمها سيلكتنج ثيرابيوتيك تارجت ان انفلاماتوري باول ديزيز. عايزه ايه يعني؟ قالت لك انا عندي كذا حاجه، عايزه العيان ده يتحسن كلينيكال، الاعراض بتاعته توقف كلها، عايزه العيان ده يتحسن على مستوى المناظير هيستوباثولوجيكال امبروفمنت، عايزه البايو ماركرز بتاعت العيان تتحسن، وبالتالي اقول ان العيان ده دخل في مرحله الاند بوينت او كومبليت امبروفمنت. ولما يخش في الكومبليت امبروفمنت ابتدي انقله من مرحله الاندكشن لمرحله الايه المينتنانس، الادويه اللي هيمشي عليها باستمرار. لكن انا جبت سيره ان العيان ده هيوقف تريتمنت، معلش حد يجاوبني، انا جبت سيره ان العيان ده هيوقف تريتمنت؟
حد يجاوبني يا جماعة. لا العين ده مش هيوقف تريتمنت خالص دكتور كريم خلاص. يبقى اي لا هو ما بيوقفش. هو الدكتور قال له كمل على العلاج بس هو بقى نفسيا بيزهق ويستنى لما يجي له الحاله تاني وياخد. لكن ما ده واجبك بقى انك تقول له خلي بالك. ما انا قلت له بس هو ما يقول لك انا زهقت ما سمعش الكلام. انا بقول لك هو يعني اللي هو كان بيعمله المريض مع نفسه استنى لما يجي له النوبه تاني ويبدا العلاج من اول وجديد تاني وهكذا. هو بقى ايه المرض بيهدى يعني. هو مبسوط على كده يعني. اللي انا بقول له عليه ان اللي انا بقول له العيان بقول له خلي بالك انت وقفت العلاج النهارده ما تفتكرش ان بكره يقول لك انا وقفت علاجه كويس اهو والحمد لله هادي. يا ابني انت وقفت العلاج وانت في مرحله الاندكشن دلوقتي فعشان كده هادي. هتعدي عليك يوم اتنين اسبوع اسبوعين هتلاقي نفسك انت كاست وابتدت الاعراض ترجع تاني وبتنزف وحاجات زي كده. انت اتحسنت عشان بتاخد علاج كمل على العلاج وكمان شويه العلاج هيقل خلاص. لكن اوعى توقف العلاج. ولازم قبل ما ابتدي ادخله في المينتنس اتاكد يا دكتور كريم من الحاجات دي. دخل في كلينيكال ريميشن اعراضه ابتدت تتحسن اندوسكوبيك وايميجنج اتحسن تمام ابتدى يبقى الاندوسكوبي بتاعه كويس مفيش ماسيف ديستراكشن والسريشن بايو ماركرز بتاعته زي الفكر كالبروتكتين اللي حضرتك شخصت بيه اول حاله وقلت لا ده هيطلع انفلاماتوري باول عشان 320 يبتدي ينزل معاك ويتحسن المستوى بتاعه او نورماليزد زي ما الاسترايد اللي هي سيلكتنج ثيرابيوتيك تارجت ان انفلاماتوري باول ديزيز قالت. مانجمنت اوف اي بي دي لاينز اوف تريتمنت نيوتريشنال ثيرابي pharmacological therapy surgical treatment nutritional therapy pharmacological therapy surgical treatment nutritional therapy no evidence عن ان هو ياكل ايه وما يشربش ايه. لكن المطلوب من العيان ده ان هو ياكل اكل متوازن فيه كالسيوم فيتامين دي ايرن فيتامين بي 12 خلاص دي حاجه. ويبتدي يكون كميه الفلويد والحاجات اللي بياخدها كافيه لكميه الفلويد اللي هو بيخرجها. يعني لو لقيت العيان ده مثلا لا قدر الله عنده سيفير باول ديسفانكشن انا هضطر او فيستيولايزد كرونز او اي حاجه من الحاجات دي كلها ممكن اضطر ان انا امشي على العيان ده على تي بي ان توتال بارنتال نيوتريشن لغايه ما يتحسن. طيب معلش بقى انت اتكلمت كتير قول لي العلاج عشان انا كل المهم بالنسبه لي كل الحاجات اللي حضرتك بتقول عليها دي اعرف علاج الناس دي ايه عشان حتى انا اعرف اطلع روشته كده اكتبها لاي عيان قريب اقول له امشي على دول فيتحسن ويقول لي الله يبارك لك انا خدتهم من غير ما اروح لحد واتحسن تمام. العلاج بيتكون من حاجات معينه واختياري للعلاج ما بيبقاش اختيار كده ايه جزافي. بدي حاجه انتي انفلاماتوري عشان اقلل الاديما والكونجيشن والحاجات اللي بتحصل والالسريشن موجود. بستخدم مجموعه اسمها 5 امينو ساليسيليك اسيد. خلي بالك مش نون سترويدال. نون سترويدال ممنوعه بتعمل ألسريشن. انا بستخدم مجموعه اسمها 5 امينو ساليسيليك اسيد. ممكن بعديها لو هي مش جايبه نتيجه لوحديها استخدم معاها سترويد. المرحله اللي بعديها ان انا استخدم اميونو موديوليتور زي السايبرين السايبرين و6 ميركابتوبيورين ميستروكسيد سايكلوسبورين تاكروليمس كلها دي ادويه ممكن استخدمها كاميونو موديوليتور لو العيان مش راضي يستجيب. بيولوجيكال ثيرابي اللي هو الخطوه الثانيه لو العيان مش متحسن على الاميونو موديوليتور ان انا ممكن استخدم مونوكلونال انتي بودي وانتي انفلاماتوري سايتوكاينز وجروس فاكتور وجين ثيرابي الحاجات اللي ممكن تتعمل جديده بالاضافه استخدام الانتي بايوتيك والبروبايوتكس. ولان الوقت هيخلص خلاص فهنحاول نمشي باسرع بطريقه اسرع شويه. المجموعه بتاعه الفايف امينو ساليسيليك اسيد اللي هي الهدف الاساسي بتاعها انك انت تو مينتين ريميشن تقلل الريسك ان العيان ده يحصل له كولوريكتال كانسر. والإفكاسي بتاعتها doubtful إن هي تستخدم لوحديها عشان كده غالبا بنستخدمها قد نحتاج إن احنا نستخدمها مع إيه مع مجموعة الاسترويد. الهدف بتاعها إنها delivery الدراج لغاية الكولون زي السلفاسالازين أوسالازين البنتازة زي ما حضراتكم كنتوا بتتكلموا من شوية. سلفاسالازين جرعتها من كام 3 ل 4 ميلي جرام في مرحلة الاندكشن بتنزل في المينتنانس ل 2 ل 3 ميلي جرام. بتعمل جي اي تي ابسيت يعني ممكن وارد يحصل هيليك ليكوبينيا في بعض الناس عشان منتجات الصلفه ممكن يحصل ريش او ستيفن جونسون وبانكرياتايتس. المثالازين زي مجموعه البنتازا زي ما اتفقنا والبنتازا 500 ميلي جرام في منها ريتينشن انيما للاسف مش موجود عندنا هنا بس ايه موجود في دول الخليج. لكن عندنا منها البنتازا البوس اللي هو 1 جرام. ممكن تعمل ابدومينال بين ضياريه هيديك مش رينال امبيرمنت بانكرياتايتس هيباتايتس ساعات بتوارد انها تحصل
في بعض الاحوال. الاميون موديوليتور او استرويد سبيرنج، انك ساعات كتير ما تبقاش عايز تستخدم استرويد، او عايز تستخدم استرويد وتنقل ونقلت من الاسترويد على حاجه تاني عشان ما تمشيش عين على الاسترويد باستمرار، انك تقلب لمجموعه الاميون موديوليتور. العين مش راضي يتحسن على الاسترويد لوحده او استرويد ديبندنت، فانت محتاج انك انت تنقل ليه. ريكوايرنج تو كورس اوف ذا ستورد بيرير، بعد كل ما اجي اسحب الستورد احتاج ان انا ارجع الستورد تاني، اقول لك من البدايه انقل العيان ده. او ريلابسنج في ستورد اقل من 15، يعني كل ما الجرعه تقل عن 15 ملي جرام ستورد تلاقيه بيرجع ينتكس تاني، يبقى ساعتها هقلب على اميونو موديوليتور. او من البدايه ابتدى يجيله دايبيتس وابتدى يبقى مون فيس ومش انتولرانت للستورد، مش قادر يستحمله، فمن البدايه ابتدي انقله على الاميونو موديوليتور. طيب ايه الاميون موديوليتور ممكن تستخدمها؟ السوبرين اللي هو في السوق اسمه اميوران، وموجود جرعه 50 ملي جرام، بس تخلي بالك منه لانه ممكن يعمل ليكوبينيا بالذات، او يرفع ليفر انزيمز بالذات في الناس اللي هي عندها ايه، الناس اللي هي بتاخد يعني عندها نقص في حاجه اسمها سايبرين ميثيل ترانسبريز انزيم، ده نوع من انواع الانزيمات بيبقى ناقص ساعات فيهم، وشفناه في حالات كتير ممكن يخش في بنكرياتايتس بسبب السوبرين او هيباتايتس حتى او فلو لايك سيمتوم. وكذلك ممكن يحصل الكلام ده مع الميستروكسيت او الايه ال6 ميركابتوبيورين. طبعا الميستروكسيت اكتر بيعمل بون مارو سبريشن. خلاص الجرعه بتاعته لو كنا بنستخدم فايل 2.5 ملي جرام بتخلي العين ياخد 2 سم مثلا اسبوعيا ولا حاجه زي كده بالويك، من الجرعه من 1.5 لغايه 2.5 ملي جرام بالويك، يعني كله على بعضه يا اما ياخد 1.5 يا اما ياخد نص سنتي يا اما ياخد من 1.5 يا اما 1.5 سنتي يا اما 2.5 سنتي الماكسيمم بتاعه في الاسبوع. سايكلوس بول وتاكلوليمس، وده اقل شويه ان هو يستخدم، لكن موجود السندوميون، حد يعرفه او اكيد بتعرفوه، هو سايكلوس بول ممكن يستخدم في العيانين اللي عندهم ايه انفلاماتوري باول ديزيز ومش مستجيبين على الحاجات الثانيه، بس مشكلته ان هو نيوروتوكسيك وانفكشن ودايبيتس ممكن يحصل. تاكلوا الليمس لو انتم بتعرفوه البروجراف، بس مش موجود في كل الصيدليات طبعا بسبب ان سعره غالي، ممكن برضو نستخدمه بس هنستخدمه بجرعه 1 من 100 ملي جرام لكل كيلو. مشكلته طبعا انه بيحتاج انه تقيس التاكلوا الليمس ليفل في الدم كل فتره، ودي حاجه صعبه وغاليه وكوستا. ده البيولوجيكال ثيرابي، وده الكلام اللي احنا بنتكلم عليه، واشهرهم على الاطلاق اللي هو مين يا شباب؟ اللي هو الانفليكسيماب، في الاديليماب، في حاجه اسمها جلوميماب اللي هو السيمبوني. حد يعرف ايه الانفليكسيماب اسمه ايه في السوق؟ حد يعرف الانفليكسيماب اسمه ايه؟ ايه ده كده؟ دكتور احمد سعيد، دكتور احمد السيد بفكروني عشان عايز اخد غياب في الاخر، دكتور احمد السيد عشان في ناس كتير معانا في مستشفى الجامعه مش حاضره، فعايزين ناخدهم غياب. ايوه يا دكتور، يا دكتور بقول لك يبقى فكرني بس عشان هناخد غياب في ال... هناخد غياب للناس اللي ما حضرتش. خلاص كنت بقول لك تعرف الانفليكسيماب؟ لا للاسف لا. حد يعرف الانفليكسيماب هنا اسمه ايه في السوق؟ تورانيا الكليبترا رم... هو الكليبترا. اسمه رم... انفليكترا فايل، في فايل انفليكترا تورانيا. في انفليكترا يا دكتور؟ لا انفليكترا فايل. ايوه مين قال هو صح؟ هو صح يعني انا خمنت صح. ايوه صح هو 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 يعني ريميكاد. انا خمنت الاسم قريب كده فطلع صح الحمد لله. ده ب 3000 جنيه الحقنه الواحده، ده عم بيحتاج اكتر من جرعه. طب الادلي ماب او الاديلي ماب، حد يعرف اسمه ايه في السوق؟ تورانيا. تورانيا معانا مش موجوده. ايوه والله يا دكتور لسه داخل حالا دلوقتي، كنتش عارفه. الاديلي ماب يا دكتور رانيا اسمه ايه في السوق؟ الايه الريميكيد؟ لا الريميكيد ده الانفليكسيماب، ده موجود عند حضرتك صح؟ ده موجود، ده موجود عند حضرتك. دكتور رانيا هي المختصه بصرف الادويه بتاعت الاميره يوميره في الجامعه. يوميره ده يوميره صح دكتور احمد؟ ممتاز. ايه تعرف بكام الاكتميره؟ يوميره ب 11000 جنيه حقنتين. الاكتمره
لا الاكتمرا ده اللي هو التوزليزيماب بتاع الكوفيد. غالبا او ب 11 برضه، بس لسه داخله حالا خمسه بس كده مع حضرتك. حاضر معايا يا جماعه. طيب الجلومي ماب حد يعرف اسمه ايه؟ جلومي ماب حد سمع عنه قبل كده اسمه ايه؟ بتوع شيماء انا متضايق جدا لانه في ناس مولعه فاتحه البتاع ده ومش موجوده معانا خالص، متضايق بجد. ماشي بلومي ماب يا جماعه حد يعرف اسمه ايه في السوق؟ اللي هو اخر واحد يا دكتور صح، بلومي جلومي ماب اللي هو سيمبوني تقريبا. ايوه ممتاز سيمبوني صح كده. ومن الحاجات اللي ممكن تستخدم في الالسنه في كلهم انهيبيتور للبرو انفلاماتوري سايتوكاينز وكلهم انتي تيومر نيكروز فاكتور. في حاجات تانية انترليوكن، حاجات اجينست الانترليوكن 10 وانتي انترليوكن 11، وفي حاجات تانية انتي انترليوكن 6 تمام. كلها دي ادويه ممكن تستخدم في التريتمنت بتاع الناس اللي هم عندهم ايه، في حاجه اسمها نيتليزيماب بس مش موجود حاليا في مصر، لكن الادويه اللي كنا بنقولها من شويه الفليكسيماب هو الريميكيب، الاديليماب اللي هو الهيوميرا، الجلوميماب السيمبوني، هم دول الموجودين عندنا. الفيدلوزيماب بيحاولوا يوفروه دلوقتي بس لسه. اليوستيكيماب حد سمع عنه؟ اللي هو استيلاره ب 25000 جنيه انتي انترليوكن 12 و23. توفستيناب، توفستيناب ده بيحاولوا يستخدموه حاجه اسمها جاك انهيبيتور، وده اخر حاجه موجوده في العلاج البيولوجي اللي ممكن يستخدم كمرحله اخيره في العيانين اللي هم عندهم انفلاماتوري باول ديزيز وما استجابوش. بكده نكون انتهينا من محاضره الانفلاماتوري باول ديزيز، اتكلمنا عن حاجات كتيره، عرفنا يعني ايه انفلاماتوري باول ديزيز، وعرفنا ايه الجايد لاينز بتاعتها، وعرفنا ازاي نشخص العيانين دول، وعرفنا ايه الادويه المختلفه وايه الميمكس الحاجات اللي ممكن تشابه الموضوع ده، وعرفنا الباثوجينيسيس بتاعه واتكلمنا عليه، وكذلك برضو عرفنا يعني متهيالي احنا استوفينا الاجنده بتاعتنا اللي احنا كنا عايزين نتكلم عليها، ازاي نعالجهم وازاي نشخصهم وايه الباثوجينيسيس بتاعهم وايه الديفينيشن. حد ليه اسئله؟ دكتور لو سمحت، هو البيولوجيكال ثيرابي دي المفروض ياخد كل قد ايه؟ جرعة كل قد ايه بيكررها؟ ممتاز السؤال ده جميل جدا. ماشي دكتور شيرين ده سؤال جميل. ايه تاني؟ ماشي السؤال بتاع الدكتورة ريهام جاوبناه بس دخلتي متأخر، جاوبناه. دكتورة نرمين هتقول لك الإجابة بتاعته. طيب البيولوجي بقى يعني أنا ما كنتش عايز أخش في تفاصيل شوية، لكن أنا هقول لكم، أنا حاطط السلايد بتاعته. إحنا بنستخدم عندنا الإنفليكسيماب الجرعة بتاعته 5 ملي جرام لكل كيلو جرام تمام. بيتاخد المفروض في حاجة اسمها لودنج دوز وحاجة اسمها مينتنانس دوز. اللودنج دوز المفروض طبعا هو معمول بحاجة اسمها هايبرد تكنيك أو ريكومبيدنت تكنيك. الخمسة ملي جرام لكل كيلو